من شمال قطاع غزة ينضم إلينا الصحفي عبد القادر صباح. أهلا ومرحبا بك عبد القادر معنا في هذه التغطية. أنت موجود في شمال قطاع غزة حيث تتركز معظم العمليات العسكرية سواء من البر أو الجو والقصف المدفعي. ما هي المعطيات والمشاهدات لديك؟ نعم، شهد شمال قطاع غزة منذ ساعات الفجر الأولى عدد من الاستهدافات المتكررة على أكثر من منزل، حيث استهدفت تقريبا 5 منازل مأهولة بساكنيها. وصل هنا إلى مستشفى كمال عدوان عدد كبير من الإصابات والجرحى، أغلبهم من الأطفال والنساء، حيث وصل هنا ما يقارب من أكثر من 35 شهيدا منذ ساعات الصباح وعدد كبير من الجرحى. كما أن هناك كان استهدافات متتالية طوال فترات الليل بالقذائف المدفعية وقنابل الإنارة والقنابل الدخانية في مناطق متفرقة هنا في شمال قطاع غزة، في منطقة بيت لاهيا ومنطقة معسكر جباليا. شهدنا خلال هذين اليومين يعني استهدافات أكثر من الأيام الماضية، يعني بشكل عنيف وبشكل أكبر، وكذلك أحزمة نارية هنا بجوار مستشفى كمال عدوان، حيث كان بأول أمس هناك استهداف لمنطقة مفترق أبو وحيد بالقرب من مستشفى كمال عدوان والذي يبعد أقل من 100 متر عن المستشفى، وكذلك تم استهدافه بالأمس مرة أخرى، حيث أن هناك حالة كبيرة من الخوف والهلع هنا في محيط مستشفى كمال عدوان. نعم، قبل أن أسأل عن وضع المستشفى بحد ذاته، أنت موجود فيها ونعلم جميعا أن التوغلات الإسرائيلية على الأرض هي كبيرة في شمال القطاع، ربما كم تبعد عنكم القوات الإسرائيلية من البر أقصد؟ كمان يمكن أعدت السؤال. نعم عبد القادر، أسأل إذا كانت هناك توغلات برية إسرائيلية قريبة من المكان الذي أنت موجود فيه في مشفى كمال عدوان. التوغلات الإسرائيلية هنا بالقرب أكثر من المستشفى الأندونيسي والذي يقابله هناك حاصرة من قوات الاحتلال، والذي أصلا لا يبعد كثيرا هنا عن مستشفى كمال عدوان، سوى 1 كيلومتر فقط، يعني مستشفى كمال عدوان لا يبعد عن مستشفى الأندونيسي هو كيلومتر، حيث أن الدبابات هي أقرب إلى مستشفى الأندونيسي والذي حاصرته لمدة 3 أيام قوات الاحتلال، والآن تم تفريغه من الجرحى، حيث غادر المستشفى هناك 450 مصاب وبقي بداخل المستشفى هناك 200 من المصابين ويرافقهم عدد قليل من الطواقم لرعايتهم حتى يتم إفراغهم. الجدير بالذكر أن هناك كان استهدافات متكررة للمستشفى وإطلاق النار عليه وإطلاق النار على الحرم، حرم المستشفى وأي شخص يحاول أن يخرج، حيث أصيب بالأمس عدد من الأشخاص هناك واستشهد أحدهم خلال محاولتهم الخروج من المستشفى بحثا عن بعض الأمان الذي لا يوجد بداخل المستشفى بعد محاصرته من قوات الاحتلال. طيب، هنا في مشفى كمال عدوان يعني كيف هو الوضع؟ تصلكم أي تصل أي مساعدات مثلا إلى هذه المنطقة في شمال قطاع غزة، إلى المستشفى مثلا في هذا التوقيت؟ منذ بداية الحرب هنا على قطاع غزة لم يصل مستشفى كمال عدوان أي مساعدات سوى بعض الذي كان موجودا لدى وزارة الصحة من المستلزمات الطبية، والتي شرفت أو انتهت تقريبا هنا في المستشفى بعد تحييد مستشفى الأندونيسي ومستشفى العودة عن العمل بعد استهدافهم بأكثر من مرة، حيث بالأمس استهدف أول أمس استهدف مستشفى العودة واستشهد 3 من الأطباء وخرج عن الخدمة، وكذلك بعد محاصرة المستشفى الأندونيسي واستشهاد عدد من الطواقم ومن المرضى ايضا خرج عن الخدمه، فاصبح مستشفى كمال عدوان هو المستشفى الوحيد الذي يخدم منطقه شمال قطاع غزه والذي زاد عليه العبء بشكل كبير جدا، حيث هو اصلا مشفى للاطفال ولكن يستقبل كل الجرحى والمصابين، اليس كذلك؟ نعم، يعني يستقبل العدد الكبير جدا والذي يصله من الشهداء والجرحى والذي لا يحتمل المستشفى هنا هذا العدد، حيث بالأمس شهدنا على واقع ووضع صعب جدا، حيث تم افتراش الأرض بالنسبة للمصابين في الساحات الخارجية. كان هناك قافلة بمعنى الكلمة من 5 أو 6 إسعافات تنقل المصابين،
على أبواب المستشفى تصطف لتنتظر دورها في إفراغ المصابين الذين تحملهم. كذلك كان في ساحة قسم الاستقبال والطوارئ ممتلئة، لا يوجد فيها أي مجال. هل هناك أرقام أي مصاب تتوفر عبد القادر؟ تتوفر لديك أرقام حول عدد المصابين وعدد النازحين أيضا في هذه المنطقة؟ نعم، هنا أنا تتوفر لدي أرقام حول النازحين داخل المستشفى. نعم. الذي يتكدس بالنازحين، حيث أن أعداد النازحين هنا ما يقارب 3000 نازح في مستشفى صغير جدا لا يتسع أصلا لهذا العدد، حيث أن النازحين يفترشون الأرض في أروقة المستشفى وفي الساحات الخارجية، وهنا حيث خلفي هنا بعض الخيام التي أقامها النازحون يعني للبحث عن بعض الأمان هنا في المستشفى. كان العدد أكبر من ذلك، ولكن بعد استهداف محيط المستشفى أول أمس بحزام ناري خرج بعضهم هنا إلى المدارس بحثا عن بعض الأمان، ولكن هنا لا يوجد أمان. حتى المستشفى نفسه تم إطلاق عليه قذيفة صاروخية استشهد على إثرها طفل في قسم العناية المركزة أثناء وجودهم هو وذويهم. في داخل هذه الغرفة تم إطلاق قذيفة صاروخية استهدفت غرفة العزل في قسم العناية المركزة استشهد الطفل، وأصيب 3 من المرافقين والدي الأطفال. طيب فيما يتعلق بعمليات النزوح، هل هناك أي ترتيبات أو نية لدى النازحين في مستشفى كمال عدوان أو في هذه المنطقة عموما أيضا إلى النزوح باتجاه الجنوب، خاصة وأن هناك هدنة اليوم نتكلم عنها وربما يبدأ التنفيذ أو العمل بها يوم غد صباحا، في أي نية لدى الفلسطينيين في هذه المنطقة في شمال قطاع غزة وفي هذا المستشفى تحديدا للنزوح إلى الجنوب؟ نعم، هو تم الاتصال على مدير المستشفى هنا وتهديده بإخلاء المستشفى وتفريغه من المصابين ومن النازحين، وكان رده على قوات الاحتلال بأن يوجد خطة لإخلاء المصابين، حيث أن هناك أكثر من 100 مصاب هنا في المستشفى لا يمكن نقلهم إلا من خلال سيارات الإسعاف، وكذلك يوجد أكثر من 100 أيضا يمكن أن يتم إخراجهم من خلال باصات، وكذلك أكثر من 3000 نازح. فطلب مدير المستشفى من قوات الاحتلال أيضا إيجاد خطة لتتحمل هي مسؤولية إفراغ المستشفى من النازحين ومن المصابين وخروجهم وإيجاد مكان آمن لنقلهم إليه بعيدا عن إطلاق النار وبعيدا عن القذائف وبعيدا عن الخوف والهلع الذي سيصابون به بعد استهدافات متكررة هنا حول المستشفى. هل تلقوا أي رد؟ هل تلقت إدارة مستشفى كمال عدوان أي رد من الجانب الإسرائيلي حول خطة أو طريق آمن للنزوح؟ لم يتلقى حاليا مدير المستشفى أي رد من الضابط الذي تواصل معه حول الخطة التي طلبها منه، ولكن الاستهدافات المتكررة حول المستشفى توصل الرسالة بأن الإخلاء لن يكون بطريقة آمنة، حيث الكثير من الاستهدافات والشظايا التي نراها بشكل متكرر تسقط في حرم المستشفى هنا وفي أروقته ومن القنابل الدخانية ومن القذائف الصاروخية ومن شظايا أسلحة الطائرات الحربية. نعم. أشير أيضا إلى أوضاع النازحين هنا في المستشفى، الوضع صعب جدا وتجاوز كلمة الصعب، حيث أن المستشفى يعمل بطاقة كهربائية تكاد معدومة، يتم تشغيل المولد الرئيسي هنا ساعة وإيقاف تقريبا 5 أو 6 ساعات، وهذه الساعة فقط من أجل شحن بطاريات الـ UBS للأقسام، وكذلك من أجل تعبئة أسطوانات الغاز من خلال المحطة الموجودة، وكذلك تعبئة المياه ليتم سير العمل في المستشفى وتنظيفه من آثار الدماء ومياه للشرب وعنه والمستلزمات الصحية. نعم، شكرا. بالنسبة للغذاء هنا الأمر أيضا أصعب وأصعب، حيث أن المواطنون هنا لا يجدون الخبز كون الطحين غير متوفر ولا تصل أي مساعدات هنا إلى الشمال، فالوضع هنا تجاوز كلمة الصعب. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.